كل كوره تقريبا بتيجي للنادي الاهلي انت تقيم بتقول ليه؟ ليه الكره بيطلع كده؟ ليه الكره بيطلع كده من المدافع؟ ليه الكره بيطلع كده من اللاعب الوسط؟ ليه الكره بيطلع كده من المهاجم في نهايه الهجمه؟ ليه؟ السؤال ليه الاهلي في هذه الحاله اللي فيها عدم تركيز واضحه جدا؟ عدم تركيز ده سبب، وفي الرابطه اللي كان مارسيل كولر عاملها للنادي الاهلي الموسم اللي فات هي مش موجوده الموسم ده كريم. الرابطه الفنيه والجمل ما بين العناصر بتاعت نص الملعب والهجوم، الاظهره والهجوم، رابطه الفريق والجمل اللي كان النادي الاهلي بيكررها في كل مباراه بشكل كفء جدا، وحتى كمان الحلول اللي بره طريقه اللعب والبنى الهجومي اللي كان الاهلي بيعملها الموسم اللي فات ما بقتش تتعمل الموسم ده بشكل كبير جدا. في جزء بقى غير القرارات بتاعه اللعيبه اللي اتكلمنا عليها ما بين الشوطين وغير اضاعه الفرص، هي في جزء كبير في الشوط الثاني تحديدا يا كريم على مارسيل كولر، لان هو اخل بتوازن الفرقه بشكل كبير. مفهوم ان هو لو عايز يخاطر كان عمارة اتكلم بين الشوطين على فكرة وجود مثلا كريم فؤاد في الظهير الايمن مكان محمد هاني، احنا الاثنين يعني كنا مقتنعين بشكل كبير جدا لو عايز يخاطر في نص الملعب يبقى ديانج لوحده، لكن وجود ان يحصل تغيير في الشوط الثاني ان ديانج ومروان عطية هما الاثنين يطلعوا في نفس الدقيقة تغييرة دي أثرت على الأهلي جدا في الحاجة اللي كان بيعملها الشوط الأول بشكل جيد، وهي فكرة استرجاع الكورة والاستحواذ على الكورة. بالعكس ده إدى فرصة لشباب لوزداد إن هو يحصل على دقايق إضافية والكورة معاه، وكمان يشكل خطورة منها الكورة اللي جت في العرضة في الدقيقة 81 وكانت هتخلي الأهلي يدفع الثمن غالي جدا. فبالتالي إن الشوط الأولاني كان مارسيل كولر رجع شويه من الاهلي اللي شفناه الموسم اللي فات، لكن القصه كانت قرارات اللعيبه الفرديه. لكن الشوط الثاني انا من وجهه نظري يا كريم شايف ان كل اللوم يقع على التغييرات بتاعه مارسيل كولر، كلها كانت تغييرات غير مؤثره بالمره، بالعكس كمان كانت هتكلفه هدف وخطوره كبيره جدا من شباب لوزداد. بنتكلم ان ديانج ومروان الاثنين طلعوا نزل مكانهم كوكا وامام عاشور، والثلاث تغييرات اللي حصلوا حسين الشحات اللي كان عامل نشاطه اتكلمنا عليه وكان ليه كره خطيره جدا في بدايه الشوط جت في العارضه، وطاهر محمد طاهر ومودست اللي ما احنا ما شفناش مودست، يعني احنا بعد ما المباراه خلصت انا سالت هو فعلا مودست كان موجود؟ لان هو ما كانش ليه اي دور هجومي خالص، كان بس مجرد ان هو بينزل يستلم ويلعب الباس اللي ما فيهوش اي ريسك خالص. فالشوط الثاني ده بالنسبه لي هو مارسيل كولر بشكل كبير جدا، وكان الاهلي ممكن يدفع ثمن غالي بهدف لشباب لوزداد كان هيعقد حسابات المجموعه بشكل كبير.